حاجة اسمها قشر بياض اللي هو اللبيس، لبيس بلدي بنجيبه وبنطلع النقشوش. لو هو مثلا بيتي حاجة نظيفة بنطلع النقشوش، بنطلع نسحب المرارة من جوه، بنحشي هنا شطة وملح وبنسيبها مثلا هنا كده يوم بليلة عليها الملح والشطة. وبعد كده بنجيب حاجة زي برطمان وبنروح مخزنينها، رشين عليها ملح بشطة جامد وعشان الملح ما يتدوتش من جوه، وبنروح قافلين عليها جامد، حاطين كيسة تحت الغطا وبنروح قافلينها جامد وبنروح سايبينها لمدة 30 يوم. بتروح بقى ايه طلعة يعني ايه حاجة نظيفة، حاجة ايه نظيفة بوري او قشر بياض اللي هو اسمه عشايش او لبيس او بني اللي هو دي له احمر، تلاقي ريشة حمراء هنا كده من منه مبططة، فاهمني؟ نفسي ده كده بس ايه اعرض شوية، بس هذه كلمة التخليل.